هاي لزامي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الفكره ديال اليوم ماشي فلوغ ولكن بحال فلوغ تقريبا فلوغ. الفكره ديال اليوم هي اول وحده في صحباتي غادي تصيفط لي ميساج، غادي نعرض عليها لاي بلاصه بغات وتاكل اللي بغات، ماشي اللي بغات زعما داكشي كاع هما يضاصرين شويه صحباتي. ولا قلت لهم هذا الشيء غادي يخرجوا عليا وانا واحد البنت ماشي لاباس عليا، ولكن غادي نغامر معاهم. الفكره ديالي ما كانتش عليا. كيفاش طاحت عليا هذه الفكره؟ ستوري تايم. واحد النهار كنت باقا صغيره، عرفتوا واش كتوقع لينا شي حاجه وحنا باقيين صغار كنبقاو عاقل عليها، سوا زوينه سوا خايبه كتوقع لاصقالنا هنا ما كتنساش لينا. واحد المره كنت باقا صغيره وكانت واحد صاحبتي عزيزه عليا، ديك صاحبتي ما بقاتش، المهم كانت عزيزه عليا بزاف، كانت هي الانتيم ديالي ديك الساعه. ايوا كنا باقيين صغار وقالت لها ماماها، كان رمضان وكان ورا الفطور، وقالت لها ماماها اول وحده في صحباتك غادي تجي تدق عليك، حيت كنا كنخرجوا نلعبوا مرة الفطور راكم عارفين. قالت لها اول وحده في صحباتك غادي تجي تدق عليك، غادي نخرجوها معانا نديوها للبارك وداكشي. وكنت انا هي اول وحده دقيت عليها وكانوا خرجوني معاهم ومشينا للبارك ومشينا كلينا ودازت واحد الخرجه فنه. واخا دازت عليها دابا شي 10 سنين باقا عاقله عليها بالتفاصيل ديالها، باقا عاقله عليها، حيت دوك الخرجات ديال فابور كيكونوا زوينين ما كيتنساوش. داكشي علاش قبل كنت جالسه بقيت كنتفكر ويطيح لي في بالي، قلت علاش انا ما نديرش هاد الفكره مع صحاباتي؟ اول وحده فيهم غتصيفط لي ميساج، قلت علاش ما نديرش هاد الفكره مع صحاباتي باش هما يبقاو عاقلين عليها، واخا ما كيعقلوا على شي حاجه. المهم انا زعما دابا انايا غادي نستنى شي وحده صحاباتي تصيفط لي ميساج في واتساب. اول وحده غتصيفط لي ميساج غتكون عندها قسيمه خروج شي تكون عندها قسيمه معايا. شكون هي هاد سعيده الحظ؟ كنتمنى بعدا انا كنتمنى تكون غير شي صاحبتي من داك النوع اللي كيبغي يبان معايا في لي فيديو، حيتاش ان ما كانش زعما الا كانت وحده من صحباتي من داك النوع اللي ما كتبغيش تبان معايا في لي فيديو غنتقول بزاف انا بغيت نصور لك هاد الفيديو. واش السوقي انا غنخلص عليها بغات تاكل تبان، هادشي اللي كاين متابعين ما نكذبش عليكم. صافي لي زامي دابا انا غادي نتسنى شي وحده فيهم، غنحط لكم السكرين هنايا ونتسنى شي وحده فيهم تصيفط لي ميساج كيف ما كان الميساج، سوا في شي حاجه بغات تسولني، سو كوكو، سو بغات تسول عليا، ولا كانت زعما شي حاجه بغات تسول عليا غنتهلا فيها اكثر، حيت دابا انا هي حنينه، انا ما كنكونش حنينه ديما، كنكون حنينه مره مره. لازم جاتني واحد الفكره باش نزيد نحمسهم اكثر، هي انني نحط شي ستوري في واتساب، نحط شي ستوري زعما انا مريضه، ولا شي ستوري ديال الحزن وان انا مدمره وداك الشيء، عرفتو خا انا مدمره ما والو. انا من داك النوع اللي كنبقى نحط ستوريات ديال الحزن واخا انا ما حزينهش، انا فرحانه جالسه كنضرب شطاكوس وانا حاطه ستوري ديال الحزن، كان فيا الدراما، فيا الدراما انا كنمشي نحبش نبقى عايشه حياتي عادي. اوف مالك، كنبغي ندير المشاكل، كنبغي ندير الدراما، كنبغي نحس بالوحدانيه، فهمتوا؟ انا هكا سبحان الله العظيم ما عرفتش علاش انا ندير هكا. المهم اللي زعما ماشي موضوعنا، قلت لكم غنحط شي ستوري ديال الحزن وزعما انا مدمره وداك الشيء وديال الوحده وما كاينينش صحاب، ونمشي نقلب على شي ستوري داب في تيك توك ونحطها ونشوف واش اللي غتسول فيا الاولى. هذا هو الستوري اللي غادي نحط، واخا انا مدمره ما والو، انا فرحانه. المهم شوفوا واحد انا غادي نمثل عليهم ونشوف شكون اللي زعما فهمتوا. صباح النور لي زامي، البارح كانت اول صاحبتي تصيفط لي ميساج هي اسماء. انا غادي نخلي لكم كونفرساسيون هنايا باش تشوفوا كيفاش دازت الهضره بيني وبينها، واللي موفقت بكري باش هكا نقدر نمشي عندها بكري وندوز معاها النهار كامل باش هكا زعما نقدروا تقدر تدوز ديك العراضه زوينه ونمشيو كاع البلايص اللي بغات. كيف ما كتشوفوا لازم انا باقي الله فقط دابا غادي نوض ندير شويه المكياج غنلبس حوايجي. وجاتني واحد الفكره في الفيديو اللي قبل ستوري تايم، بزاف منكم قالوا لي ديري شي صاحبتك برانك، قلت انا غادي نمشي بكري وغادي نمشي عندها لدارهم هو الاول، علاش ما نديرش ليها برانك؟ المهم انا زعما ما عرفتش واش غندير برانك ولا ما عرفتوش، داكشي غادي ندير برانك، المهم نتوما غتشوفوه. صافي عندي واحد الخطه في بالي وجيسبر تصدق. اسماء صاحبتي، الناس اللي ما كيعرفوش اسماء نعرفكم عليها واحد التعريف صغير. اسماء صاحبتي ديال الصغر، كنت كنلعب معاها وانا صغيره، كانت صاحبتي بزاف الصغر، صاحبتكم باش كتكون صغار كتبقى امك تجري عليها وباها يجري عليك، كنا بحال هكاك حنا كنا كنتلاقاو. ايوا لي زامي، كنت كنعرفها في بورغون حيت ما كانت ساكنه في بورغون، انا كنت ساكنه في بورغون في دار جداتي. من بعد هما تحولوا دارهم جديده، مشيت لها يمكن شي مره ولا جوج اللي ماشي عندها. دابا انا الحاجه اللي مخلعاني وانا كيفاش غندير نصور برانك وفين غنحط التليفون. المهم هادشي اللي حاولت نلقى ليه حل، غنلقى ليه حل وغنصور برانك، ما لقيتش ليه حل
ما غاديش نصور لكم برانك وغنصور لكم غير هذا الفلوق. بلا ما نطول عليكم الهضره لي زامي، انا غنوض نقاد حالتي، نجمع حوايج اللي غادي ندي معايا، نمشيو عند اسماء. لي زامي انا وجدت راسي دابا غادي نخرج نشد طاكسي ونمشي عند اسماء. شوفوا شنو لبست الصراحه، هزيت معايا حوايجي، لبست غير هادشي بازيك، ولكن هزيت معايا حوايجي اللي بغيت نبدل ولا شي حاجه راكم عارفين. شوفوا شدني لتحت المرونه، شوفوا غير انا شنو لابسه، ولا حتى نهبط نوريكم على المرايه ولا شي حاجه هكا. شدني في البيت مرونه بزاف. زامي انا جيت عند اسماء. هاي زيد زيد. هاي زامي انا شعري شاك ساعدك الحظ، وجيت انت اول وحده صحباتي وصرتي لي ميساج و اليوم غتعيشي. المهم شوفوا انا غادي، المهم اي حاجه طلبتي غديرها اليوم غتعيشي، جمعك الحظ. صافي انا صافي انا صافي انا كتفكرنيش دير عليك دابا عرفتي انا اخر وحده او اخر وحده كنت غتصيفط لي ميساج هذاك النهار يا اسماء، اخر وحده صدمتيني في راسك، صدمتيني اختي. انا راه مرأة عاملة وكنقرا خدامة فوزي البرد بزاف. صافي انا زامي دابا غنمشيو نفطرو، حتى اخي باقي ما فطرتش فيه الجوع دابا خاصني نعرض عليك. حنا انا خاصني نعرض عليك تجي عند الله راك نقول لها فيه الجوع. انا غنصيب لها فطور يا شيخ ومن بعد غادي نلبسو وغنخرجو فين ما بغيتي نمشيو غنمشي. تنفكر خليكم معنا انا زامي. غنبدلو حوايجنا وغنخرجو. اسماء كتلبس تما، انا غادي نحيد لهاد الشي كما بحال شي مديره بهاد القميجه وغادي نخرجو. ما كيعلمني هاد البلاصه، مالكم معلمين هاد البلاصه؟ هذيك النسخه ديال اختي شفي انا درت سمايلي مشات ضربات على دار شي واحد ساد ميري عالم عتر انا درت شي بدار مسخ ماما الحيوطه شفي ديك الفراشه اللي فوق ضلقت ونادي. لا زعما حنا لبسنا، انا لبست واحد سولوبيت زعما تنخرجوا برا نوريكم. اسمع شي لبست واحد الساف هذا ولبست واحد سروال كثير ودابا غادي نمشيو للمول، حيت قالت لي بغات تمشي للمول. صراحة باقي كاع ما اقتنعتش، ما عرفتش فين، ما كرهتش كون كنت تقدر تقول لي شي بلاصة. المهم اللي عارض خصو يعرض مزيان ولا ما يعرضش؟ عرض على صاحبتك باسلة شنو كيوقع لك؟ هي عارضة خصو تعرض مزيان ولا ما شوفي ما تقولش لي انا عندها الله في الكون هاني، انا كنقص بعرات صحابيني بحالك تخيل زاد الموس هذيك تحشوش. لا زعما دابا غادي كنتسناو ان درايف باش نمشيو للمول ونشوف الاسماء اشنو بغيت دير في المايل. خليكم معنا لي زامي، جينا دخلنا هنا باش نتصوروا. اسماء هاي شوفي لبس ديال اسماء شحال فنة. درنا لي لايك زوين هاد المره، شريت ليها الشجره ما تقدرش. المهم اهم حاجه صورتك، كنتي باغا نصورك انا صورتك ما تقدرش. درنا واحد صورت فني فن هنا زوين زوين كيحمق. جينا للمول لي زامي، المول خاوي نصورك كيف ما بغينا. ايوا شنو بغيتي؟ فين بغيتي نمشيو؟ شنو بغيتي؟ ما ناكلش دابا، باقي الحلال فطرنا، غنضربو دويره في المول ونشوف الا كاين شي حاجه زوينه شي حاجه رخيصه وزوينه نشريوها، لكن داكشي غالي. كيفاش نديرو الكرف في المول؟ لا كاين غير اون فور فليكس، وي كاين شي حاجه زوينه ورخيصه نشريوها، لكن شي حاجه غاليه ما عندنا ما نديرو بها، لا للغلاء لا للغلاء. حنايا صافي لازم يا نتوما معانا ما نتوما معانا، يلا ندخلو نشوفو التليفونات. تيقت راسك thank you.
اسماء قالت لي لبسك شي لبسه هذوك ما دخلنا الباش قلت لها شوفي غنلبس ما غنشري واش غادي نقيسو المهم خلينا نشوف يلا اختار كيف بغيتي ولا نخلو نقيسها يلا لي زعما يلا شوف واش غتختار لينا سكنت لي تما واو بغيتي انا بنت الذوق كي جات زوينه جات خطيره كي جات زوينه جات واعره بتشفتنا والله شوفوا لي زامي بغيت زوينه البيسه جات فينا باش انا جوعت ناكل شنو بغيتي تاكلي فين بغيتي تاكلي لا خاصك تقولي دابا مكاينش ما عرفتيش شوفي كاين بزاف البلايص بغيت باش ناكل فين ناكل فيها دابا انا غنشوف سربي 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 ولاتي سربي كتضرب عليا باش هانت شوفي هذا المنظر ديال الماكل دوري عينك بزاف ما ادري اربي منين نبداو حطي يدك وسربي راسك خفت من الجوع خاصني نوقف لوسط باش نوقف لوسط اجي وقفينا انا اسمع راه مسطية برجر كينغ برجر كينغ شنو هذا؟ ماكدو ماكدو وجه لا وجه ماكدو يلاه زيد ندخل معاك زيد وجه ماكدو زيد اختاري اش بغيتي عيط وتختاري اش بغيتي هذيك راه غير لي برجر بوحدو خدي ماني علاش كتقلبي قولي شنو بغيتي ناخذو ديما شنو كاخذو ديما هذاك منو ديو ها انت بلاتي ديري شيفا صافي ساليتي واش نزيدك شي حاجه فكري مزيان على مالك لا دابا بدا الغدا خاصك تشاي فكر اش تغدى تنفكر من بعد يا ديري ارجيت لا كومون كيفاش كلعرا هذا نشيه ايوا حتى ناكل عاد نشوف شوفي بنادم عارض عليه تقول لهم خلاص ورا صاحبتي اللي معارضه عليها اليوم اول عندي واحد ستوري وقلت لهم اول غير كتبت لي ميساج غنعرض عليها وهي الاولى صيفطات لي ميساج ايوا اختي البيزا ما خصكش تفلتيها كنطلع على الباتيناج كيقير ويطيح السلام عليكم شي وحده تهزت وطلعت اللي كان كيحسب لي راسي غنعرض عليك غتفتخينا ساعه صدق شي درويشه صاحبتي كنقول انا بغيت صدق كتاكلي غير ماك دو كون عرضتي عليا انا كنا دوتي انا كنطير عيش قلت لك من الدار ما لقيت فين نعس صدق شي درويشه صاحبتي لا صافي دو الغدا اه كنت حامله خدامه عندك الغدا غنعرض عليك صحتك صدق شي درويشه سير اجمع راسك من اللبس تاعنا شوف واش تكون جا عندي شوف اويلي فنا بوكوس شوف واش تكون جا عندي هاي رميساء ندخل نتصور هنايا نشوف عطيني هاد النظر شنو نديرها هاد النظر ديال القلب ندير الزين هادو مرسين هو كيبان حوله باش يبقى تسعد دخل 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 شو يعني لا لا والله حتى جات خير جات فنان ولا جات زوين راه كنضحك مازال ما شفتش حاجه زوينات فنات مازال ما شفتش حاجه زوينات هادي وحده عطيني ثلاثه هادو ثلاثة شوفو زعما دابا غادي ندخلو ليفتيز قبيله هي اختارت لي واحد البيت دابا انا اختار ليها غتختار لي وانت غتقولي اما حسن واش البيت ديالي ولا ديالها صافي شوفو وي بالحق يلا ليتس جو نوريك الناس كيفاش كيختاروا يلبس واللبسه ديالها خرجي واو ويلي 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 واو يجي فن اسمع
خلات التريكو جاتك واعرة، جاتك فنة. اوه جات فنة. دابا يقولوا لي شكون لبسة ديال عجبتكم كثر، واش لبسة ديالي ولا لبسة ديالها. صراحة انا ما لقيتش بزاف ديال لا شوهني، داكشي علاش ما خباركم واحد الحاجة، راه عطاتني واحد لبسة حاتها. ويلي 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 انا كي ماشي حاتها غير ولات شمعة، ماشي حاتها المهم ولكن مشات شمعة، فهمتي؟ ايوا دابا غادي نديهم نشري لهم كلاص. شوفوا انا راه ظريفة، عمرني نسحب لكم انا اللي قلت لها شري لنا كلاص. وانا عارضة عليك يا الحمار، انا عارضة عليك صحيح بسرسية. هاد فرصة ما كيجيو في جيبي. خليك خليك باقة باقة عقل باقة باقة الحال. نوضي بنت الحرام سروالي، نوضي نوضي سروالي. غادي يكون على الفلوغ ديالي، جيسبيغ يكون عجبكم. الهضره بسيط، كيديو في شي مواضيع غير لائقه صافي. انا بعدت عليه واحد داكشي ما كيناسبنيش نهائيا. شوفوا ديروا كومونتير قولوا بلي انا اللي لبست زوين، حيت انا لبست. لا ولكن انا عرفت عليك انت فرحانه. اه كونتون. واش انت يا كونتون؟ انا تري كونتون. صافي انا زامي ناس زوين صراحه. معايا انا واسماء، انا واسماء، انا سلمى. وصافي لازم دابا غادي نمشيو للدار. باي باي عليكم، قولوا باي 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 باي.